دور المجتمع المدني في عمليات التنشئة السياسية والاجتماعية تحت هذا العنوان جاء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بمحافظة البحيرة في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. الغرض هو مشاركة الجمهور والمواطن، ازاي المواطن يقدر يجيله الاحساس ان هو بيشارك في بناء الدولة المصرية والوصول الى الجمهورية الجديدة اللي كلنا بنسعى اليها في القريب ان شاء الله. عملنا كمية حتى على مستوى العزب والكرة، على مستوى بتاع احنا ما بننزل، كنا بننزل في كل مكان داخل محافظة البحيرة، بنسمع رأي الناس، بنسمع مشاكلهم. مش شرط يكون انت بتعرض حوار وطني بصفة يعني بصفة مباشرة. واحتل الملف الاقتصادي حيزا مهما خلال نقاشات جلسة الحوار الوطني في البحيرة في ظل التطورات الإقليمية والدولية. من خلال الالتقاء بخبراء في الاقتصاد ومن خلال الجامعات ومن خلال المتخصصين في كافة الرؤى والطروحات الاقتصادية، فكان علينا أن نلتقي بهؤلاء وأن نجسد دراسة تعبر بشكل عن الاحتياجات الرئيسية في تلك المرحلة المهمة. ده حق كل مواطن، المفروض كل مواطن يعرف إن هو ليه حق للدولة. كفلاح ليه كلمة يقولها، ليه حق يقوله، كصنايعي، كمحاور، كأي فئة من فئات الشعب ليه الحق ان هو يسيب بصمة للدولة، يقول اللي عنده، يقول رأيه. ومن المقرر ان تتواصل جلسات الحوار الوطني في المحافظات المختلفة خلال الفترة القادمة، تسبقها جلسات مع المتخصصين في المجالات المختلفة وكذلك لقاءات ميدانية مع مواطني كل محافظة. يعد الحوار الوطني فرصة لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لمناقشة وطرح الرؤى في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالقضايا التي تهم المواطنين وصبر أغوارها للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ. من محافظة البحيرة، هشام حامد،